الحيوانات وطيور اوكيانوس تخيل. لكن بالنسبة إلى خنزير الماء فات الأوان. الفاعل الأناكوندا تقتل بالقوة وليس بالسم. عالقا بين ثنايا الأفعى عصر خنزير الماء بقوة بحيث لم يعد يستطيع أن يتنفس بشدة إلى درجة أن دمه يتوقف عن الجريان. فكها المطاطي يتمدد بشكل رهيب وتبدأ الآن عملية 6 ساعات من ابتلاع رأس ضحيتها أولا. دفعت ثمن وجبتها. علامات العض هذه هي شاهد على مقاومة خنزير الماء الأخيرة. قد يكون ثمة أفاعٍ أخرى في العالم.